أخبار الواحدة على قناة يمن شباب، نبدأها بالعلوي. ثلاث منظمات دولية تعلق عملها بالضالع بعد استهداف مقرها بقذائف الار بي جي. كساد تجاري بأسواق صنعاء بعد منع الميليشيات الفئات الجديدة من العملة. الأرصاد يحذر من موجة صقيع في ثمان محافظات يمنية خلال الساعة القادمة. أهلا بكم. شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في صعدة. وذكرت مصادر ميدانية اليوم الأحد أن المقاتلات استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا في باقم، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الانقلابيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم. في الجوف، شدد المحافظ اللواء أمين بن علي العكيمي على رفع مستوى الجاهزية القتالية لتحريرها وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثية الانقلابية. جاء هذا خلال زيارة تفقدية له إلى جبهات القتال بخب الشعف، اطلع فيها على أوضاع المقاتلين. وأشاد اللواء العكيمي بالتقدم الذي أحرزته قوات الجيش الأسبوع الماضي. سقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في إحدى مناطق الحدا بذمار. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة سقطت في أطراف قرية بني علي أثناء ما كانت تجوب سماء مديرية الحدا، حيث كانت في مهام استطلاعية تجسسية. وذكرت المصادر أن أطقما تابعة للميليشيا هرعت إلى مكان سقوط الطائرة ومنعت الأهالي من التصوير بعد تجميعهم لحطام تلك الطائرة المتناثرة. إلى الضالع، حيث استهدفت ثلاثة انفجارات متزامنة مقر ثلاث منظمات دولية تعمل فيها. وقالت مصادر محلية إن ثلاثة انفجارات استهدفت مقر لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة أكتد وأكسفام، وجميعها متواجدة في المدينة. وأوضحت المصادر أن عملية استهداف مقرات المنظمات الدولية تمت عبر إطلاق قذائف من نوع ار بي جي من قبل مسلحين مجهولين. على صعيد متصل، علقت منظمة الغذاء العالمي نشاطها في مدينة الضالع بسبب الوضع الأمني والتهديدات، وقد نقلت عملها إلى قعطبة شمالية المحافظة. كما سحبت منظمة أكتد عمالها من الضالع إلى العاصمة المؤقتة عدن بسبب الوضع الأمني المرتدي أو المتردي، في حين أمهلت منظمة الإنقاذ الدولية المحافظ علي قبل ثلاثة أيام لتأمين نشاطها، ما لم سيتم سحب عمالها إلى محافظة أخرى بعد استهداف مقرها بالمتفجرات. وهددت منظمة إدري بسحب نشاطها إلى محافظة أخرى بعد تلقيها تهديدات بتفجير المقر والاعتداء على الموظفين. وكانت منظمة أطباء بلا حدود وجمعيات خيرية محلية قد غادرت الضالع وأوقفت أنشطتها منذ أكثر من عام بسبب التهديدات والاعتداءات. إلى إب، حيث اختطفت ميليشيا الحوثي تسعة طلاب من أبناء قرية منزل خنيس بمديرية المشنة، وأجبرتهم على الخضوع لدورة طائفية والزج بهم في القتال دون علم أهاليهم. وقالت مصادر محلية إن الطلاب اختطفوا من 26 من نوفمبر الماضي وبشكل مفاجئ وسط عمليات بحث مستمرة من قبل أهاليهم، وتفاجأوا لاحقا بوجودهم لدى ميليشيا الحوثي بعد 20 يوم من اختفائهم. هذا وتستغل ميليشيا الحوثي سهولة التأثير على عقول الأطفال، حيث تعمل على تنظيم دورات طائفية وعقائدية تخضعهم لها ومن ثم تزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال. نبقى في إب، حيث استحدثت ميليشيا الحوثي مقبرة جديدة في المحافظة تزامنا مع تزايد عدد قتلى عناصرها، والذي سقط معظمهم في جبهات الضالع والحديدة.
مصادر محلية أكدت أن الخسائر البشرية اليومية التي تتكبدها الميليشيا أجبرتها على افتتاح مقبرة جديدة لقتلاها على مقربة من شارع 30 غربي إب. هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد شيعت خلال أسبوعين أكثر من 40 من عناصرها من أبناء الرضمة ويريم والظهار وغيرها من المديريات. قال مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي إن اتفاق ستوكهولم لم يحقق السلام ولم يستفد منه أهالي الحديدة، وأبقى الميناء بيد ميليشيا الحوثي ومنفذا لتهريب السلاح الإيراني لها. وأكد في تصريح صحفي أن الأمم المتحدة تتهرب من إعلان فشل الاتفاق وتدفع مرة بعد أخرى نحو محاولات فاشلة لتطبيقه، رغم أنه جرى خلال عام واحد تعيين 3 من مسؤولي فريق الأمم المتحدة للرقابة بعد استقالة 2 من المسؤولين السابقين. وأضاف أن الوقت قد حان لأن تتولى الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن إما بإلزام الحوثيين بالاتفاق أو إعلان فشله وتحميل الحوثيين المسؤولية. صحيا، حيث ارتفعت حالات الإصابة والوفيات بوباء حمى الضنك في مديرية البريقة بعدن وسط ترد في الخدمات الطبية عقب تمرد ميليشيا الانتقالية الإماراتي في أغسطس الماضي. أفادت مصادر طبية أن حالات الإصابة بالمرض ارتفعت إلى 100، بينما أربع حالات وفاة أو بينها أربع حالات وفاة بسبب الوباء. اقتصاديا، تشهد العاصمة صنعاء تفاقما متزايدا لظاهرة الكساد التجاري في الأسواق وسط اضطراب في معاملات البيع والشراء في أعقاب قرار ميليشيا الحوثي بمنع التداول الفئات النقدية من العملة الصادرة حديثا عن البنك المركزي في عدن. وقد امتنع التجار ووسائل المواصلات عن تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية خوفا من تعرض أموالهم للنهب من قبل الميليشيا التي توعدت بمصادرتها. زودت شركة الغاز في تعز السوق المحلية ب7000 اسطوانة معبأة بوقود الغاز المخصص للطهي، وشدد الأهالي على السلطات القيام بمهامها في الرقابة على عمليات التوزيع والبيع والتفتيش على معارض الغاز منعا لعمليات الاحتكار. ومنذ نحو أسبوع تشهد مدينة تعز أزمة خانقة في اسطوانات الغاز المنزلي المخصص للطهي. أدى انهيار صخري إلى أضرار بمنازل السكان في قرية بيت العماد التابعة للطويلة في المحويت. وقالت مصادر محلية أن الانهيار حدث بشكل مفاجئ وسقطت صخور عدة في الجبال المتاخمة لقرية بيت العماد على المنازل الملتصقة بها دون حدوث أي أضرار بشرية. في شأن آخر، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم المواطنين من موجة صقيع وبرد شديدة، وذلك في 8 محافظات يمنية خلال 24 ساعة القادمة. وقال المركز في نشرة له أن الطقس سيكون بارد وجاف على محافظات صعدة وعمران صنعاء ذمار البيضاء والضالع وأجزاء من أبين وشبوة، إضافة إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. 3 منظمات دولية تعلق عملها بالضالع بعد استهداف مقرها بقذائف الـRPG. كساد تجاري بأسواق صنعاء بعد منع الميليشيا الفئات الجديدة من العملة. الأرصاد يحذر من موجة صقيع في 8 محافظات خلال الساعات القادمة. نهاية النشرة، في أمان الله.